حتى مرة كون مهند كريم عبود عامر فوش مشهد ثالث يوه مشهد ثالث فرق 16 السعودي الرائد احمد حمد المحسن ذهب استخبارات دور الثالث فرق 16 السعودي بابا علي مقر الوالد مشهد ثالث فرق 16 السعودي نهنيك على منصبك ان شاء الله بالتوفيق ما نعمل كعسكر بعيدا عن المدنيين والجيش لي الحرب والسلم وفي السلم ندعم الوحدات الاداريه ورؤساء الوحدات ونعينهم على اعاده الاعمار والبناء خدمه للمواطنين توجيهاتنا للقياده العسكريين اهم نقطه هي حفظا لكرامه المواطن احنا جينا لمساعدتكم وخدمتكم بارك الله فيك اهلا وسهلا بكم احنا في تلك تعاملنا كدوائر كمؤسسات نتعامل كعائله واحده بالمنطقه مقدم لوائح حاج محمد شريف مع مدير التسويق سيدي تشرفت مقر قيادة فرقة المشاهد 16 بزيارة السيد قائد العمليات المحترم إلى مقر الفرقة تم شرح إيجاز بسيط عن القاطع وبعد زيارة مقر الفرقة توجهنا إلى مقر لواء المشاهد الثالث وبعد مقر لواء المشاهد الثالث تم زيارة سجن تسفيرات تل كييف بعد سجن تسفيرات تل كييف تم زيارة قائم مقامية تل كييف تعتبر زيارة استطلاعية للسيد قائد العمليات التقى بالحكومة المحلية في تل كييف ووجه الأجهزة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الحكومات المحلية ومع الأجهزة الموجودة في الأجهزة الموجودة الأمنية الموجودة في القاطع كشرطة وحشد واحنا ان شاء الله مقر قيادة الفرقة وتشكيلات الفرقة نعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد اهلنا في الموصل بانه سوف نكون لهم العيون الساهرة دائما في سبيل تحقيق الامن والامان للمحافظة واهم ما وجه به السيد قائد العمليات هو احترام كرامة المواطن والتعامل مع المواطنين وفق القانون نقول لهم لا تجاوز على كرامتكم لا سامح الله وبنفس الوقت مطلوب من عندكم الأهالي أنه التعاون معنا في سبيل القضاء على الخلايا النائمة اللي موجودة في قاطع المسؤولية وعهدنا بكم إن شاء الله ونطلب من عندكم تكون ثقتكم عالية بينا بالأجهزة الأمنية الموجودة الأجهزة الأمنية أجهزة الجيش العراقي من اسمه هو الجيش للعراقيين كلهم لا فرق لدينا في الطائفة أو القومية أو المذهب كلنا عراقيين وكلنا نعمل وفق ما يتطلبه الموقف سنكون دائما أنه الساعد الأيمن للأهالي ونقولهم إن شاء الله كل ما تحتاجوه من قيادة الفرقة إحنا حاضرين تليفوناتنا موجودة وموزعة بكل السيطرات ولقاءاتنا مستمرة مع الشيوخ والوجهاء إن شاء الله أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا العراق العظيم وأن يحفظ أهلنا في الموصل ويجنبنا جائحة كورونا.